كاب اف ام الكلمة ليك. كلمات مع سفيان بن فرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات؟ وتكلم وتألم ولتمت في الكلمات. يا لندرا يا ذيم تتجلشي ولا نموت بعلتي في جيشي. كثر الهم يضحك وكثر الغم ينطق، واللي تشكيله قفة يشكيلك زنبيل. هنهاريد الناس شايفين العجب بالعجاب، بقدر ما تتمطط دعوة المجلس التأسيسي والحوار الوطني والمسار الحكومي، بقدر ما يطلعوا علينا جميعا بعجايب وغرايب، عرك ومعروك وشريان شبوك وسبان وتقشيل تحت قبة البرلمان في التأسيسي وتواعد ووعيد. ثم نواب بعثوا عدل المنفذ رئيس المجلس التأسيسي للمطالبة بحقهم في منحة السكن وبعض المستحقات الأخرى، وزيد من فوق النائب سيبراهيم القصاص عطل أعمال المجلس بدعوى أنه حلف بيمين باش ياخذ حقه. وظهروا من هنا وغادي بعض الناس اللي حاسبين روحهم سياسيين باش ينشروا على الملأ وتحت الأضواء أشباه أفكار مغبونة وتصفيفات ونفسيات مهتزة ومهترئة وممحونة. قال لي زميلي المستتر ملا عار ودمار وخنار ومالا محاضر سوء ومواقف بايخة خارج زمان وزفت وقطران. وفي الأثناء الأحياء صعيبة زادت صعبت والأسعار في الصحاب والناس ماليلها ولي الأصحاب ولمالي والدول العجلة وتتبلى المهجة ويبقى سؤال متاع الجوال. يا لندرا يا ذيم تتجلشي ولا نموت بعلتي في جيشي، ويا لندرا مكتوب ولا دعوة ولا خروجي من بلادي شهوة. وتخطيت السنين ان عثرتها الكلمات. كلمات حيوان انت لا تبقاه لولا الكلمات، ويموت هنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. كاب اف ام الكلمه ليك.